بلاغ صادر عن شيوخ تحديد الهوية للقبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمراء على إثر القرار الصادر مؤخرا من طرف الإدارة الأمريكية بالاعتراف التام بسيادة المغرب على صحرائه، فإننا نحن شيوخ تحديد الهوية للقبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمراء نثمن بحرارة هذا القرار الصادر عن دولة عظمى لها وزنها الفاعل في القرارات الدولية. هذا القرار الذي جاء نتيجة الانخراط الشخصي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في اتصالاته الدائمة والمباشرة مع الفاعلين بالإدارة الأمريكية ليتوج بالإعلان عن هذا الحدث التاريخي الذي نعتبره نحن الشيوخ وكافة أبناء الصحراء الوحدويون تحولا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، معلنين في ذات الوقت عن اعتزازنا الدائم بالقرارات الحكيمة والسديدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة وإلى جميع خطواته الميمونة ومقترحاته الرزينة الهادفة إلى قرار السلام بالمنطقة وتجنيبها ويلات الحروب والانقسامات عن طريق مقترحه الجاد والواقعي والعملي والقانوني للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية، الذي اعتبره مجلس الأمن ومن معه بالإدارة الأمريكية ومجموعة من الدول العظمى. ونؤيده نحن شيوخ القبائل وساكنة المنطقة بقوة لكونه هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام والازدهار بالمنطقة، كما نشجب ونرفض بشدة كل مساس بالوحدة الترابية وكل أشكال الابتزازات التي يسعى من وراءها الانفصاليون ومن يدور في فلكهم لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها وعرقلة مسار النموذج التنموي الكبير للمغرب مع عمقه الإفريقي. وإيمانا منا نحن شيوخ تحديد الهوية لقبائل الصحراء المغربية بقضيتنا العادلة التي يشهد بها العالم والمنتظم الدولي قاطبة، والتي توجت مؤخرا بالقرار الأمريكي الذي أقر بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، والذي شكل في ذات الوقت صدمة لجبهة البوليزاريو ومن صنعهم، فإننا نجدد تأييدنا الكامل والمطلق لمقترح الحكم الذاتي الذي لا نبغي عنه بديلا لحل المشكلة.